القصاص فاطمة للخواريف. فاطمة كلنا معك، المجرمين رح يتحاسبوا ورح ينالوا عقابهم والعدالة رح تاخذ مجراها. لا تخاف. شايف كريم مالنا لحالنا هون؟ فاطمة انزلي كلنا معي. تتذكري كيف كانت أمي تمشط لك شعراتك؟ كانت تقول بنتي ريحتها مثل ريحة الفل. فاطمة ريحتها ريحة الفل. حاجت بكي فاطمة عن قريب رح تطيبي، رح تطيبي أختي. طمني لا تبكي، يلا نامي أختي، كله رح ينتهي. ليش قاعدي لحالك ها؟ مرتاحة هون. انت منيحة؟ أنا ماني مشوقش يا كريم، كل الأمور واضحة من طرف قضيتي ومن طرف أخي، لازم أتخلى عن طرف منهم. القصة ما أنا معقدة، واضحة كتير. فاطمة، عدم تنازلك عن قضيتك ما بيعني أنك تخليتي عن أخوك لمعي. نزير بيك رح يحاول يساعده بس ما رح يقدر يعمل له شيء، ما رح يطلع بإيده. فاطمة اسمعيني، إذا أنت تنازلتي عن قضيتك رح يروح كل تعبنا اللي تعبناه الأيام الماضية على الفاضي. بعرف. ما بيصير تتركيهم يفدوا بدون عقاب بعد كل شيء عيشوك إياه. بس كمان ما فيني أترك أخي يتعذب بسببي. أنا فهمان عليكي بس ما حدا فهمان علي كريم، حتى أنت ما رح تفهمني. إذا أنت تنازلتي عن قضيتك بعمرك ما رح تطيبي. الاستسلام مانو حل بمثل هيك أمور، وجرحك رح يضل عم ينزف ورح يتقل الحمل على كتافك أكتر. ما رح تقدري تحمليه، رح تحسي بالظلم طول عمرك، ورح تضلك تعاقبي حالك طول عمرك لأنك تركتيهم ينفدوا بدون عقاب. فاطمة، ما فينا نعيش حياتنا إذا ضليتي مجروحة. هاي ما أنا قضيتك وبس، هذا مستقبلنا. انتي رح تتنازلي عن كل احلامنا، رح تتركيهم ينتصروا بعد كل اللي عملوه معنا. فاطمة، ما بصير تتخلي عن مستقبلك كرمال هدول المجرمين، هنن المذنبين، بس انتي رح تتعاقبي بدالهم. لانه ما ضل فيني قوة، تعبت وما عاد فيني اتحمل، وشو ما عملت ما رح اقدر واجههم او وقف بوشهم. مو على أساس كنت مستعدة تطلعي بعيونهم وهني عم يكذبوا؟ شو صار لك؟ شو اللي صار لك فاطمة؟ شو بكي؟ ها؟ فاطمة رجاءً ما تخليهم يبتزوكي، لا تخليهم يكسروكي. أنا كمان زعلان على لمعي، بس لسه في أمل مشانه، لسه ما انحكم نهائياً. نزير بيك رح يساعده، ما بتعرفي بجوز يصير شي مو متوقعين ويطلع براءها، ويمكن ما ينحكم كمان. بس إذا أنت تنازلتي عن قضيتك راح تحكمي على حالك بالسجن طول عمرك. فاطمة، لازم تواجهي.
انت لما رحت على المغفر واعترفت لهم بكل شيء، خبرت عنهم وعن حالك بنفس الوقت، فكرت مش الحال وراح ينحبسوا ونخلص. طبعا انا اخذت شجاعتي منك وفكرت انهم رح ينالوا عقابهم، بس ليكن لساتهم برات الحبس وعايشين حياتهم وعم يتدخلوا بحياتنا نحن. ما رح تخلص هالقصة، لسه مو مبين انه رح تخلص، وليكو اخي لمعي كان اخر ضحية الن. نحن مو عارفانين لوين بدنا نوصل. فاطمة اسمع، انا ما رح يقدروا يزوني اكتر من هيك، بس ما فيني يتحمل ينأذوا اللي حوالي، ما رح اسمح بهذا الشي. لهيك انا قررت اتنازل عن الدعوة. لا تحاول تقنعني، هذا قراري النهائي. يلا اشرب كاسة الحليب بقى، بدي طعمي اختك كمان. صباح الخير. صباح النور. يلا إلا صباح الخير لعمتك. عيب يا ابني. اتركي على راحته لمراد. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. لسه ست مريم ما فاقت؟ راحت على المطعم من بكير، واخدت السيارة معها وقالت مشغولة اليوم، وقالت لي خبركم. ونزير بيه؟ هو كمان طلع من بكير اليوم وقال عنده محكمة، هيك قال. أكيد رح يحكي لمنير مشان يخبره. أنا ما بعرف أي شيء. لازم نخبره كريم مشان نروح نسحب الدعوة تبعي. ما في داعي تخبريه، أكيد رح يكون هنيك الساعة 2، اطمني. نزير بيك ما رح يخليني روح لحالي. أنا بوصلك، ما في داعي ليجي. إيه ما بصير تتركها تروح لحالها. عاد اشرب كاسة شاي. وأنا كمان ما رح أفطر، بدي روح عاونها للست مريم بشغل المطعم شوي حرام. ليكي خدي مراد بطريقك على الروضة. ما رح روح على الروضة. مزعل منك ها؟ قلتلكن ما بدي روح، رح ضل قاعد بالبيت ليطلع أبي من السجن. عمتك رح تطالعه لأبوك، خلص هيك وعدتنا. كيف رح تطالعه؟ أنت شو بدك؟ فاطمة هذا هو القرار الصح، رح تكسبي حالك وبتخلصي من وجعة الراس. بعدين أخوك رح يكون ممنون إليك طول عمره. يلا كول. رح ضل بالبيت ليطلع أبي من السجن. لا تروح، بس كمل أكلك. يلا.